بالورقة دي بقينا متجوزين. متجوزين يا أحلى وأرق زوجة في العالم. هو معقولة بالورقة دي بقينا متجوزين؟ ميري ميري أهو عقد أهو، وشهود. شهود دول ولا مش شهود؟ أرقام مطايقهم ولا أرقام موبايلاتهم؟ ورقة مدتها أهو، ودي مدتك أهي. يعني موافقين ولا أنت مش موافقة؟ هاني أنا وافقت عشان أنا بحبك بجد، فاهم؟ عشان أنا في لحظة حسيت إن أنا لوحدي، أنا محتاجة أبقى مطمنة هاني. ثواني بس ادخل احط الورقه دي جوه وارجع لك. طب هو الورقه دي هتفضل معاك؟ معايا معاكي مش هتفرق يا حبيبتي. خدش ليها معاكي لو عايزه، خدي. بس انا خايف بس مامتك تشوفها تبقى مشكله، وانا عارف انها جديده يعني ودمها حامي، واللي احنا بنعمله ده رغم ان انا شايفه صح لكن هي ممكن تشوف غلط. ماما مستحيل تعمل حاجة غلط أبدا. يا حلوة يا قطة يا بطة، جبت الجمال ده منين؟ الله أكبر زي الغزال يكفيك شر العين. يا حلوة يا قطة يا بطة، جبت الجمال ده. أنا أسعد إنسان في العالم. أنا كمان، أنا كمان فرحانة جدا. ربنا يقدرني يا حبيبتي وبنالك أيامك كلها حب وشقاوة وفرحة وجنان. لا 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 جنان إيه؟ خلينا علينا أحسن. لا ما إحنا هنستمتع ببعض بمنتهى العقل. كل مرحلة في حياتنا هناخد أحلى ما فيها وإحنا في حضن بعض. أنا بحبك أوي يا هاني، وبجد نفسي ما نبعدش عن بعض ابدا. انا بعد عنك يا لهوي، ده انا ما صدقت بقيت في حضنك. ربنا يحرمني منك. طب احنا ايه، هنقضي الليله هنا ولا ايه؟ انت عايزه نخرج؟ لا نخرج ايه، لا. انت فاكره الصوره بتاعتك اللي انا الصوره اللي قلت لك عندي في الاوضه الصوره؟ اه فاكره. عايزه اوريها لك بقى. لا ده مهم جدا. مش فاهمه الصوره فيها بعد كده، فيها عارفه انت باليتة الالوان لا لا ده لازم تشوفيها بجد. يعني ان شاء الله هتفتح لك الباب كده اوربه وانت تدخلي تشوفي وانا بقى واقف هنا، يعني ما تخافيش. سالي ايه، مهم جدا بجد، ما فيهاش لا اوعي. ايه ده؟ انت ايه يا بنتي اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مش جاي لي نوم. ما انت لو تفضي دماغك من اللي شغلها هتنامي وترتاحي. ما تشغليش بالك، انا مرتاحه وبالي رايق. واضح قوي. لا طالما قررت انا هعمل ايه يبقى انا بالي رايق على الاخر. بقول لك يا رنا، تقومي نسهر سهره حلوه كده. نسهر ايه؟ احنا نص الليل اهو زمان. قومي يا بت، قومي ما تكسليش. قومي ما تبقيش معقده، يلا. بطلي تنام بقى. يلا احنا كفايه نوم. لا انا عايزه انام خلاص. يلا روحي انتي يلا يا روحي.
يا رخنا. هاني هاني انا مش معقده ومش خنيقه عشان خاطري خلي جوازنا ده على الورق بس وبلاش بقى حكايه الصوره دي. بلاش بلاش يا سالي، بلاش الليله دي ولا بكره ولا حتى بعد شهر ولا حتى بعد كام سنه. هاني انا مش هترمي في حضنك وابقى ملكك بجد الا لما جوازنا يبقى قدام الدنيا كلها. هتوحشيني. انت كمان. خلي بالك من نفسك. ماشي. نصبح على خير. وانتي من اهل. انا هستناك لحد ما اطلعي. طيب. سوق بالراحة. حاضر. خير يا فرفور يا حنين، انت عاد محدش قالك ان الحارة دي فيها رجالة ولا ايه؟ انت مين؟ انا حبيبي عملك الراضي، وبصراحة كده مش عارف ليه قايمة في دماغي علم عليك. طب انزل بدل ما اطلب لك البوليس يا حبيبي. 122 اطلب 122 وقول لهم في حد هيديني 122 كشاف يخليني اشوف الليل نهار، وادي اولهم. يمكن عمله سايلنت أو مش سامع. يا رب يا رب يا رب. ايه اتأخرت في الرد ليه؟ طيب يا سيدي ربنا يوسع عليك. بقول لك اخبار الخواتم اللي عندك ايه؟ طب كويس قوي، انا عايز حاجه ستايل ما حصلتش مهما كان تمام. اتنين. لا ختمين. انت مالك بقى يا اخي؟ ما تخليك في حالك. سلام. يا بنتي جو الدراما الهندي اللي انت عاملاه لنا ده، ما يمكن نايم ولا مشغول ولا عنده اي مصلحه. من امبارح يا دعاء عادي، ما الواحده فينا بتبقى مسقطه باليومين والثلاثه وبتنام زي القتيل. لا مش عادي، ده اول مره يعملها، ده ما بيعديش ساعتين من غير ما يكلمني. يا ستي الغايب حجته معاه، وبعدين ده احنا بقينا ملهوفين قوي قوي. ممكن تخرسي؟ ممكن، بس اصل انت صعبانه عليا قوي بصراحه. انا خايفه قوي. خايفه اكيد شتمتي، ما هو اصل انت قللت الادب اصلا وصلت طويل. اسكتي اسكتي، احنا في الشارع، شتمتوا ايه متخلفه انت؟ انا خايفه اكون بتصرفي الغبي ده ضيعته مني. خايفه ازاي؟ عملتي ايه؟ هو الواحد يعني ممكن واحده تسقط من نظره لو يعني لو خد منها حاجه. نعم بتقولي ايه؟ اخد منك ان شاء الله. انت ما بتفهميش، بقول لك احنا في الشارع، خد مني ايه؟ دماغك دي رايحه على فين؟ امال ايه؟ كلمي يا بنتي. مش زي ما انت فاهمه. بالراحه بالراحه، حاجات عاديه عاديه بين اي اتنين بيحبوا بعض. اي اتنين وصلت لحد فين يا بنتي؟ مش زي ما انت فاهمه، ما تخلينيش اندب بقى ان انا حاجات. لو ما كلمتيش دلوقتي حالا هعمل لك فضيحه في الشارع يا بنت دواهي. ايه كلمي. وطي صوتك. انا وهاني اتجوزنا. ايه يا نهارك اسود، عملتوا ايه؟ استني هنا يا سالي، يخرب بيتك عملتي ايه؟ واو تحفة. Oh no beautiful. يجننوا
ذوقك حلو قوي يا باشا. الحمد لله ان ذوقي عجبكم. ما كانش ذوقك يعجبني يا باشا، امال يعجب مين؟ الف الف مبروك عليكم. ميرسي يا حبيبتي. بس دول شكلهم غاليين قوي يا باشا، هما فعلا الماز ولا كومسي كومسا؟ لا دي ميسي زون لميم شوز. ايه طبعا طبعا الماز، امال هجيب لنا صفيح الغالي الغالي يا حبيبتي؟ ده الماز نادر وجوده في الشرق الاوسط. يا نهار اوسط قصدي يا نهار ابيض. انتوا كده هتتعبوني، انا بقالي فتره مدد ايدي. انا اسفه جدا ميرسي يا باشا، هاخد التركواز دي وانا هاخد اللي فيها القلب. انت جبت لي قلب يا باشا. واو برضه درك في الافراح ان شاء الله. لولا النبي قبل الهدية ما كنتش قبلتها ابدا يا باشا. دي هدية بسيطة تعبر عن مدى اعجابي وتقديري للعلاقة اللي بقت بينا. ميرسي يا باشا، تعيش وتجيب لنا. بجد انا سعيدة اني اتعرفت عليك قوي. هو الخادم ده يجيب له كام؟ يا خبر اسود. امير دودة بتحب تعصر دايما يعني. طبعا بلمعها. قريته. سامعك يا دودو، بلمع النضارة عشان أشوفكم كويس. آه ده أنتم طلعتم أنتم، هما اللي واقفين قدامي. أنتوا مش عاوزين تقولوا حاجة أنتوا الجوز؟ كلموا، اعتبروني مش قاعد قدامكم. اتفضلوا اتفضلوا. هنقول ايه بس يا مستر زياده، احنا كل حاجه بالتفصيل عملناها مع الباشا بشكل واضح وفاحص وشامل، شرحناها لحضرتك. الحتتين حتتين الارض من بقك لباب السماء يوسعها عليك يا قادر يا كريم، وتاخد اللي جنبها واللي جنبها وتقفلها كده ونعمل كومبانت كده مع بعضنا نعيش فيه. ختمين الالماز. الماز الماز ده ايه يا سوسو؟ احنا اختي كبير بنا نلبس اتنين بلاستيك انا وهي، مظبوط ولا ايه؟ طبعا مظبوط، بلاستيك بلاستيك. وبعدين يا مستر انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو انت حضرتك هتشاركنا فيهم ازاي؟ هتلبسهم يوم واحنا هنلبسهم يوم ولا ازاي؟ شوف يا حبيبتي، الختمين الالماس دول يتباعوا وفلوسهم تتقسم على ثلاثه. اوهو ثلاثه ايه؟ اربعه يا مستر. كبرت عيلتك اربعه، فريت لما يبقوا ينططوك. جرايه دواهي، لو انت على اخر الزمن هتلبسي الماس ولا ايه؟ ليه يا ده العادي؟ ما شبعش ولا ما شبعش؟ ما البس ليه؟ ناقصه ايد ناقصه رجل، وانت ايه اللي جاب صحنتك دي هنا؟ لا بقول لك ايه، انا هنا بدعوه شخصيه من المستر. مستر مش معقول كل طلعايا صغنطوطه ينط لنا فيها زي قرد قطع، اعمل حاجه بليز. لازم يتنطط يا هانم، اتنطط براحتك. دول ختمين الماز مش فردتين شراب بني. كره يا مستر، دول ملايين بالنسبه للباشا، وبعدين لو احنا مش ستات حلوين ونستاهل الالماز ما كانش هدانا بالالماز ولا ايه يا دودو؟ اسكوزمي اسكوزمي، اللي معاه قرش يحيره يجيب حمام ويطيره. لا مش كده خالص يا دودو، اللي معاه مال محيره يجيب حمام محشي ويحمره. اصل انا جعان وانا ميته من جوا. بقول لك ايه، ما تطلبي لنا الدبري ده ولا البريبري ده اللي بيجيبوه من بره ده ناكل. اسمه الدليفري. الطلعيه دي بقى يا مستر عليك. قوم شوف لنا العشه فيها ايه. حمامه اللي انت عملتيه ده. بس قولي يا بنتي مش انا بقى ان انا قلت لك. صباح الفل يا عصام. صباح النور. مش عايزه حاجه؟ ربنا يخليكوا يا بنات. يبقى سلم لي على حبيب القلب هذا سيد وطمني عليه، اخباره ايه بعد علقه امبارح؟ سمعني يا سيد ولا انت عامل عظيم؟ سلمني علي سلم. واد يا سيد واد يا سيد، وفي ايه بالظبط يا وليد؟ وانت مالك انت يا واد؟ امشي الجر شوف شغلك. وبعدين ايه وليد وليد دي؟ اسم الاستاذ وليد. بنروح على نفسك يا عم، كلنا ولا التسعة يابا، ولا انت ابن 99؟ انت مش عاجبك جد ولا ايه؟ شكلك كده عايزني اقوم اعلم عليك. يا عم لا تعلم عليا ولا اعلم عليك، انا بيني وبينك ايه؟ الشغل يولع يا عم الارزاق بالله، عندك قهوتك هيشبع بيها، اعلم عليا. حتى انت يا سيد. ايه دي بس؟ تلاقي الواد وليد ده بيقول اي كلمتين ما انت عارفه عبيط وعايز يضايقنا خلاص. طب هاني ما بيردش ليه؟ بصي ايدي وانا هعمل لك ليمون. تمام؟ ربنا هتتفرتك خلاص. ما هو كل ده من الزعل. ايدي بس يا سيد. يا دعاء انا لازم اطمن على حالي، اكيد الزفت اللي اسمه وليد ده عمال فيه حاجه. طب جربي اطلبيه تاني يمكن يرد. اطلبيه اطلبيه يلا، انا هروح اعمل لك ليمون. يا رب يا رب يا رب يا رب. رد بقى يا هاني رد بقى. الو. ايوه يا حبيبتي.
أنا كويس كويس. أنت بجد كويس يا هاني؟ أنا هتجنن عليك من امبارح. لا يا حبيبتي ما تخافيش، أنا قرد. المهم أنت بس طمنيني عليك. مش مهم أنا، المهم أنت. الجزم اللي اسمه وليد ده عمل فيك إيه؟ ولا حاجة، خدني على إخوانا ابن اللذينة. بس أنا ما رضيتش بقى أكبر الموضوع عشان كنت تحت بيتك. بس معلش، تعالي على الرز. هنشوف مين فينا اللي هيضحك في الآخر. طيب يا حبيبي، الحمد لله انها جت على كده. الف سلام عليك، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. دلوقتي بقى عاوز اقول لكم على الخطه اللي هنعملها. جري يا مستر، انت شايف قدامك محمد صالح وجنبه ابو تريكه. استني بس يا دودو، لما تشوف الخطه ايه قول يا مستر. الخطه الباشا، هو في غيره؟ لا، الباشا ده لسه مواله طويل، لسه مش دلوقتي. امال مين بقى يا مستر؟ ما تقول. قبل ما اقول على مين وقبل اي خطه، لازم نتفق الاول على اللي احنا اتعلمناه في النصب. لازم نذاكر خطتنا كويس قوي عشان يبقى كل فكرنا على خط واحد عشان نوصل للهدف بسرعه. الله الله عليك يا حبيبي والديك، هداف يا مستر، هداف. طبعا، ما انت بقيت في الشغلانه. ايوه بقى في الشغلانه، ده دوره مهم جدا ودوره ما يقلش عن دوركم انتوا الاثنين، ممكن يكون اكتر منكم كمان. ايه ده؟ وانا لها يا مستر، اي حاجه هعملها لك واظبطها لك، اصلي اخر حاجه. مش عاوز غرور. اياك والغرور، والا بالطبق المفتك ده في وشك. انا عايزك تكون في ثقه، مالي مركزك. عاوزك تعمل كده زي النصاب الدولي روبرت هندي. يا سلام، ده دجال بريطاني استغل الايرلنديين بتوع ايرلندا في حاجات نصابات كتير جدا. اقنعهم انه ممكن يحمي عربياتهم من القنابل والطيارات والصواريخ والشماريخ. اسكوزمي اسكوزمي، سكيوزك معاكي. بلاش الشماريخ دي عشان بتعمل لي حموضه. الله يعافيك يا فندم. طيب وهم صدقوه يا مستر؟ الراجل ده استغل بقى السحر والدجل بتاعه وجمع ملايين مؤلفه. قول بقى يا مستر، شوقتنا. هو الكلام على مين؟ هاي سلام. الله يسلمك. في حاجز موجود باسمي لو سمحتي. اتفخص على دي عيلة، ده مش طلع زير نسوان، ده باكابورت نسوان، ده نسوان درجة أولى. إيه الصرف الصحي اللي إحنا وقعنا فيه ده؟ دي ألفاظ دي؟ هي يا مستر كده، دودو دايما تطفح علينا بألفاظها. أطفح إيه؟ مش عاجبكوا ألفاظي ولا إيه؟ بنت بارم ديلو. بس أنت كمان يا مستر بتتكلم عن الراجل ده وكأنك بتحكي لنا عن شهريار. برافو عليك يا شهرزاد، هو ده. بس شهريار بقى كان بيغز مراته بالليل ليلة الدكرة، إنما لا، ده شهريار تاني خالص. بيدي مراته مليون جنيه في الليلة وهي على ذمته. واو، فين الراجل ده؟ لايمني عليه. مش مهم لايمك عليه، المهم هو يكون مقتنع بالزوجة المية اللي هيتجوزها، وفي حالة إعجابه بيها هيديلها 10 مليون جنيه. أنا؟ أنت إيه ده التانية تتنيكي؟ أنا طبعاً هنسي أم كل النسوان اللي أعرفها في حياته. المستر بيقول إنه جوز 99 مرة، يعني أكيد صادف من عينتك يجي 50 60، قولي 80 مرة. جرايا سوسو، ما تخليش أشدك من شعرك قدام المسيو. أما بقى دلوقتي أكيد بيدور عن حاجة مختلفة، مزاج خاص يعني سوسو. لميم شوز. يا ست الشوز. إيه؟ إحنا مش عايزين نختلف، احنا عايزين كلنا نتفق. عايزين الراجل ده نقنعه انه لازم ينفذ اللي في دماغنا احنا. الدين اللي في المخيخ ولا يمنع عليه. الارض، الارض اللي عاوز يشتريها. نبيع له الارض يا مستر واحنا هنغلب سهله. لا، الراجل ده اساسا عنده ارض. فين؟ في الغردقه، في مكان ساحر خلاب. الراجل ده مؤمن بالسحر والدجل والشعوذه، وده دورك يا معجزه. اللي انت عايزه هننفذه بالحرف يا مستر. دوره ده ايه؟ دي لعبتي انا، اعتبرني ان انا في الغردقه وببلبط في رجلي هناك في الميه. بتبلبطي مين وانت اساسا بتغرقي في الطشت؟ استنى اقول لك. اتفضل. الراجل ده
هيروح يلعب عليه، هيقول له الارض دي وش النحس عليك، الراجل هيبيعها، هيقول له في ارض تانية هتبقى وش السعد عليك، يقتنع نقوم احنا مسيطرين على الراجل. وانا جاهز. مش مشكله، سيبلي الطلعه دي. وانت يا سوسو جاهزه؟ ما سمعتش زغروطه ولا شفت حد قال لي صباحيه مباركه، اعتبروني الزوجه المية. بيقابليني يا بنت برنديل. ده انا سوسو. وانا دود. استهدى بالله بس كده. هو ايه؟ الله، هو كان عمل ايه بس يا معلم؟ عمل عامله سودة امبارح ضرب واد علقه جامده قوي، واد ابن ناس كبار، قال ايه؟ كان بيوصل بنت دواهي الحاره. تاني بنت دواهي؟ هو لو عنده اصلا ايه عشان يضربه؟ افرض الواد ده طلع ابن لواء، ابن وزير، ابن خبير استراتيجي، نخش في عركه مع الناس؟ لا يا اخويا. وبعدين هو لو عنده ايه اصلا عشان يضربه؟ لا هو جوزها ولا هو اخوها. معلش يا اخويا، اهدى بالله. او جه سبع البرومبه. خير يا معلم؟ في ايه؟ مش خير طبعا. لا خير اللي انت عملته امبارح مع الواد، ولا خير انك تطرد الواد اللي شال القهوه على دماغه. يا معلم، اذا كان على ده ولا ده، فالاتنين قلالات الادب. وانت بقى اللي مؤدب يا تافه يا فاشل يا بايظ يا تربيه حجر امك. معلش يا اخويا، السيده في ظهرك. معلش. في حاجة لي؟ عاوز اتكلم معاك شوية يا باشا. في مشاكل في الشغل؟ لا، مفيش مشاكل في الشغل ولا حاجة، بس انا عاوز اتكلم عني، عنك، عن حياتنا يعني. ايوه، بس ده مكان شغل، مش لمناقشة علاقات اجتماعية يا مدام. بس انا ما بقيتش لاقياك يا باشا عشان اتكلم معاك. شوف يا لينا، انا لما بقول مشغول ببقى مشغول فعلا، وطول عمري ما بحبش الحصار ولا الخنقة، ولو استمريتي بالشكل ده على طول هي ورقة في ثانية تتحرق، ولما تدخلي عليا ما تقعديش إلا لما أسمح لك تقعدي. مفهوم؟ موعدي إيه الليلة دي؟ مفيش غير الميعاد الثابت للمستثمر الخليجي. وطايع فين؟ معرفش. اتفضلي. ضايع موبايلي مقفول من الصبح. خالتي ام عصام، ام عصام، خالتي ام عصام، خالتي ام عصام، خالتي. يا بل في ايه؟ فجعتيني يا حسني السودة. هو انت نمتي وانت قاعده على الفرشه يا وليه؟ اسكتي يا بنتي يا سهام، مش عارفه مالي، بقيت بنام وانا قاعده. شكلها الدواء بتاع الرب والسكينات بتاع الركبة بتاعتي هدتني. استنى. الحمد لله، الحمد لله، شكلي هموت. تموتي ايه يا وليه؟ ده انتي قصبة مني. عرفتي اللي حصل؟ ايه؟ قولي. اني مين مع دور على مين المرة دي؟ وليد ابن المعلم طنطاوي. ماله؟ واخد علقة موت من أبوه، بيقولوا كسر له ضلوعه عشان طرد الواد سيد القهوجي، وبيقولوا كمان حشبوه عنه بالعافية. أحسن، يستاهل. حاكم المعلم طنطاوي راجل حقاني، بيقول الحق ولو على أبوه، عشان كده اداله العلقة المتينة. طب اسكتي، طرطيش كلامك دي، لو وصلت لوليد هيعلقك من لسانك كده. يا أختي وأنا مالي؟ ما قدرش على الحمار، هيسطر على البرداعة؟ كده يبقى المعلم طنطاوي هو الحمار يا موكوسة. في ايه؟ لف تعال. ما تدور العربية وتمشي، واقف ليه؟ وانا مفروض ما امشيش وانت متضايقة كده؟ ما انت عارف ان انا هكون متضايقة من قبل ما اجي. فيها ايه لو قضينا الوقت اللي احنا عايزينه هناك؟ الباشا موجود هنا في مصر. الباشا طول الوقت في مشاوير، وانا المفروض اكون معاه في اغلب المشاوير دي. اغلب المشاوير مش كلها؟ وفيها ايه لما نخطف لنا الوقت اللي احنا عايزينه عندي في الفيلا؟ يا حبيبتي انا ما قلتش لا،
لكن طايا ما احبش نظره الرعب اللي في عينيك دي. بعدين انا مراتك ولا عشان الورقه معايا مش معاك تبقى نسيت؟ ودي برضه حاجه تنسي من هنا ورايح لما اقول لك نتقابل عندي في الفيلا تسمع الكلام. انا طول عمري بسمع كلامك في كل حاجه وفي اي وقت، لكن اللي بينا ها، لو وصل بيه خبر للباشا الدنيا هتولع. اطمن مفيش حاجه هتوصل للباشا، وبعدين الباشا بيثق فيك. ما هي دي المصيبه، قلت لك مش عايزه اشوف نظره الخوف والرعب اللي في عينيك دي. مش خوف والله، انت ليه مش عايزه تفهمي؟ طايه حاضر، اللي انت شايفاه هنعمله اما اشوف. قلت لي شو اسمك؟ صيام يا ابو عبد الله، صيام. نويت فرض الصيام. خلاص روح 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 روح، ما ابي اشوفك الا بعد رمضان. يلا. شكرا. تعال. زعلت. ما قلت لي شو سويت بالنسبه للعراف اللي كلمتك عنه؟ في عراف اسمه اسماعيل معجزه هيكون عندك النهارده. شنو؟ اقعد. شنو؟ عراف اسمه اسماعيل معجزه هيكون عندك. يعني عراف ولا واحد يلعب بالبيضة والحجر ويسوي لي ألعاب شيحة ومدري شنو؟ اسماعيل معجزة ده سمعته وسمعته بره مصر، عنده بصيرة ويشوف كل حاجة. يشوف كل حاجة؟ آه. كل حاجة؟ كل حاجة. زين خلاص، مادام كده عيل، شوف أنا بعد العراف أبغى أروح أقعد بالحسين. سلام. في قهوة الفيشاوي. الله، ها؟ رجل على رجل. اه. والقهوة. يا سلام، مزاج، صح؟ صح. خلاص، صار يهمك. خلاص عيل. خلاص توكل على الله وتعالى. مشكور. أمشي؟ خلاص روح، إيش تبي؟ مشكور يا رمضان، خلاص. صيام يا بابا. يا عمي خلاص. صيام. أدري صيام، أدري رمضان صيام نفس الشيء. أمشي؟ اي روح خلاص. شو تقعد معي يعني؟ عراف جرايا نور، احنا هنصوم ولا ايه حبيبي؟ دي كمان عشان خاطري. بجد شبعت يا سهاج، ده انا تخنت من كتر الاكل. تخنت ايه بس يا حبيبي؟ احنا لازم نسمع تعليمات الدكتور. بص، انت لازم تاكل بروتين يعني لحمه وفراخ كل يوم، عارف ليه؟ عشان تقدر تقاوم العلاج اللي انت بتاخده حبيبي. ما هو العلاج اللي محسسه انه جسمه تقيل وانه تخين. لا بكره ان شاء الله يعمل العمليه ويخف ويبقى زي الفل. يا رب من بوك لباب السماء يا قادر يا كريم. ان شاء الله. طب انا هخش اوضتي علشان اذاكر. ايه ده؟ وانا لحقت اقعد معاك يا نور؟ هي المذاكره مقطعه بعضها علشان بس امتحانات الترم قربت. طيب يا حبيبي ربنا معاك. بقول لك ايه؟ لو ما طلعتش الاول مش هعرفك. ماشي. يلا يا حبيبي، هجيب لك اللبن والدواء واجي لك. ماشي. يلا يا برنس. ربنا معاك يا حبيبي. يا رب. خدي يا اختي الشاي، خدي. تشربي شرباتي وانا الزوجه المية يا اختي. ايه فخس عليك؟ انت جننتي يا بنت في عقلك؟ معقوله هتتجوزي الراجل ده؟ قولي لا، دي الملايين بتاعته بتزغلل العين. قال يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. مش يمكن يطلع ذوق وشيك ورقيق زي الباشا؟ لا، ما يتهيأليش في اتنين زي الباشا. الله، انت وقعتي في غرامه ولا ايه يا دودو؟ الله، ومالك ولعت كده وقعدت فيك النار لما جبت لك سيرته؟ ما تكونيش يا بنت حبيتيه. حب ايه ده وهي اللي انت بتقولي عليه؟ نسيتي ايه اللي ورانا؟ فعلا عندك حق، الا تعايرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايلك، بس انا ما بصدقش سواكه اهلك دي. انا يا دودو؟ ايوه انت يا سوسو. طب خلاص خلينا في شغلنا احسن. الله، واللي احنا بنتكلم فيه ده مش شغلنا؟ هو الباشا ايه، مش شغلنا ولا ايه؟ طب بذمتك مش بيوحشك؟ مش فاهمه كلمتك دي. انت هتصيعي عليا ولا ايه؟ يعني ما بيوحشكي زي ما بيوحشني؟ هو بيوحشك يا بنت؟ وبيوحشك انت كمان، عيني في عينك كده؟ هو صحيح راجل برنس وذوق وحنين، بس احنا ناخد مصلحتنا ينونو منه. ويلا امك في العشة ولا طارت؟ احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه المصلحة اللي هنطلع بيها من وراه. يا عمر،
مش هتقولي على الخبر المفاجأة؟ ما اعرفش ليه ترددت تاني. ايه ده؟ من حاجة تضايق قوي كده ولا ايه؟ هو المفروض ما يضايقش لانها حدوتة وانتهت خلاص. هتتكلم يا عمر في ايه؟ علي انا عارف انك عقل واحد فينا. انا هقولك عشان ما تعرفش من حد تاني. انت ليه مصر تحرق اعصابي؟ ما تتكلم. لا ابدا، انا مش عايز الخبر يهزك اصلا. من الاخر كده ألفة اتجوزت. جوزت؟ للاسف يا صاحبي دخلتها كانت امبارح. بسرعه دي؟ جوزت مين؟ واحد ما نعرفوش. متهيألي برضه بالنسبه لها معرفه جديده. يعني زي ما تقول كده جوازه صالونات. ياه علي انا مش عايزك تتضايق. تلاش يا عمر، ألفت بالنسبه لي كانت ميته اكلينيكيه. النهارده بقى بالذات ماتت واندفنت. اه ياني ياني اه ياني يا هاني. معلش يا حبيبي. اه ايه يا هاني؟ انا لسه ما لمستكش. لا احتياط عشان هتوجعني. خش يا عم. معلش بعد الشر عليك. بص كبدات المايه الساقعه دي ان شاء الله هتخفف الورم خالص. معلش انا لو اعرف ان الواد وليد ده لما يضربني هيحسسني بحنانك كده انا كتبتك خليته يضربني من زمان. ضرب في ايده الحيوان. هو حيوان طبعا، حيوان كبير. بس سيبك انت، انا خلاص حبيت الوليد. عسل ده كفايه ضحكتك بس بقى. وانا جبت اللي وليد يعني خليكي ملهوفه عليا كده. خليني اعرف اعمل حاجه. اعمل يا عم. ايه اللهفه الحلوه دي؟ حلوه كده. سلام. ما ليا غيرك يعني؟ مش حبيبي وبس، انت جوزك. ايه ارجع كده. انا ايه جوزي؟